السلام عليكم دكتور محمد الأنصاري معاكم. كنا النهارده هنتكلم على البرياتريك انستيزيا فور برياتريك سيرجريز. بمناسبه ان احنا اول امبارح اشتغلنا اول حاله تسليف في وحده عائشه المرزوقي، فاحنا حابين نفوكس على عمليات البرياتريك سيرجري. بسم الله الرحمن الرحيم، ما اتيتم من العلم الا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم، واقول ربي زدني علما. هنتكلم اول حاجه على الاوبيزيتي. احنا الديفينيشن بتاعها هي عباره عن انكريس في البادي ماس اندكس اكتر من 20% من الايديال بادي ويت، وبالتالي احنا البريفالنس بتاعها زاد في مصر خالص لغايه 35%. والمتعارف عليه ان الاوبيزيتي بحد ذاتها دي كوموربيديتي كبيره وبتمثل عائق كبير بالنسبه لنا كانسيز على مستوى السكيلز، لان هي يعني بيز اساسا بيكون معانا ديفيكالت في الكانيوليشن والفنتليشن والماسك فنتليشن والانتيوبيشن. بالنسبه لنا عين الاوبيز مالين كوموربيديتي، بالنسبه للدايابيتس والهايبرتنشن، بالنسبه لعين الاوبيز نفسه هو بيخش ليه بروبلمز خاصه بيه الاوبستركتيف والريستركتيف لانج ديزيز، فبيحتاج كير كويس جدا بوست اوبرتيف. بالاضافه لان بعض العينين الاوبيز ايا كان اوبريشن ممكن يخشوا بعدين في رابد مالش اكوت رينال فيلر، بالاضافه انكريس انسيدنس بتاع النيمونيا. فبالتالي ان الاوبيزيتي مرض يستحق الاهتمام. ومن ساعه ما الايرا ابتدت تتطور بتاعه الهيستوري بتاع البرياتريك سيرجري من 1950 اول عمليه انتستاينال باي باس لغايه لما وصلنا 2000 لجاستريك سليف باي باس الحمد لله، بعدين في ابديت لللاب باند لايجيشن بالاضافه للبالون ابروفد، فده ادى تشانس كتير لعينين اوبيز ان اللايف ستايل بتاعهم يكون احسن ويقل عندهم كوموربيديتيز. ادي صوره اول حاجه للجاستريك باند، وبعدين عمليه الجاستريك سليف، وبعدين الجاستريك باي باس سيرجري. هندي نص قليله كده عن بالنسبه لدكاتره الانستيزيا، وبعدين هندي نص تاني لان المينلي المحاضره فوكس لدكاتره السيرجنرال سيرجري. هتكلم على الاير واي والفنتليشن. بيبر 12/2021 بتتكلم ان احنا الانتراكيال تيوب بعد الانتيوبيشن بننفخ ليها بالون، بننفخ الكاف بتاعتها من تحت، فالكاف دي بتتاثر بالجاستريك دايليشن تيوب اللي احنا بنحطها علشان عمليات السليب، وبالتالي ده بيزود معانا البريشر. بيزود البريشر بتاع الكاف دي من العادي بتاعها بيكون 35، لما بتوصل لغايه 35 العادي بتاعها 25، لما تزيد الكاف بريشر لغايه 35 ده ممكن يعمل حاجه اسمها تراكيال نيكروز وبيدخل بوست اوبرتيف مور كومبليكيشن. فبالتالي احنا انهانس السبورت ان يكون عمليات السليم ما تاخدش لونج تايم قدر الامكان. تاني ريكومنديشن بالنسبه لنا الانترا اوبرتيف ريكومنديشن بالنسبه للانسيزيا. بالنسبه للفنتليشن مش معنى ان عيان اوبيز وزنه 150 كيلو ان احنا هنديله ثلاث اضعاف عيان وزنه 50 كيلو في الفنتليشن، لا، احنا دايما بنعامله بحاجه اسمها لونج بروتكتيف استراتيجي. لونج بروتكتيف استراتيجي بتهدف ان احنا بندي 6 ل 8 مللي بير كي جي فنتليشن بير بادي وبير الايديال بادي ويت، ما بنتكلمش احنا على الاكشوال بادي ويت. بالاضافه ان احنا بنركومند عمليات ريكروت من مانوفر في اخر الاوبريشن. ان اديشن احنا بنتكلم على عيانين الاوبيز بيعانوا دايما من حاجه اسمها يعني جزء كبير منهم بيعاني من حاجه اسمها اوبستركتيف سليب ابنيا، فاحنا بننهانس فكره ان العيان يكمل على انفيزيف فنتليشن. بيبر 2022 بتتكلم على النون انفيزيف فنتليشن بيعمل ريدكشن لعمليات الريسبيراتوري فيلير سواء تايب 1 او تايب 2 بوست سليب. فدي تريكومند دايما ان اي عيان اوبستركتيف سليب ابنيا او عيان اوبيز باين بالبوست بانج سكور ان هو بيحتاج نون انفيزيف فنتليشن وعنده اوبستركتيف سليب ابنيا، فاحنا العيان ده لازم يطلع على ماسك على سباب، يقعد فتره على سباب بوست اوبراتيف. تاني حاجه بيبر انتشرت برضه 2021 بتتكلم على الفاكتورز اسوشيتد مع البرونك انستيزيا ريكفري، ان هو مش قصه ان العيان ان هو يطلع، اكتر حاجه تخلي فيه ديليد ريكفري قصه البوست انستيزيا الاوبستركتيف سليب ابنيا. لما الحاجات اللي عندنا مين بروبلم قصه البوست اوبراتيف فومتنج، فاحنا بنريكومند قدر الامكان ان احنا نبروتكت اجينست الاوبستركتيف سليب ابنيا، نبروتكت اجينست البوست اوبراتيف نوزيا فومتنج. هنيجي نتكلم على الانالجيزك سيكشن والهيمودينامكس. قصه احنا دلوقتي في ابديت كتير على قصه ان احنا ندي انستيزيا العيان نوت ديبندبل على الاوبيوز، لان الاوبيوز عندنا بتزود نسبه البوست اوبرتيف نوزيا فوميتنج وبتزود السيديشن بروبلم، فاحنا بنعتمد على دراجز زي الكيتامين والديكساميد مع المغنيسيوم زي لوكين ان احنا ممكن ندي انستيزيا وزود اوبيويد سبيرنج انستيزيا، وبالتالي ده هيقلل معانا اللوست بوست اوبرتيف بين وهيديني اللوست بوست اوبرتيف نوزيا فوميتنج مع اللور اوبيويد ريكويرمنت. تاني بيبر بتتكلم على قصه التاب بلوك في عيانين البارياتريك سيرجري وليكن عيانين السليب خاصه، فاحنا يهمنا ان احنا نطلع البيشنت لس بوست اوبرتيف بين علشان خاطر انهانس ريكفري اوتكم افتر سيرجري.
بس يعني نرشح ان احنا ندي التابلوك حتى لو لابروسكوبيك جايدد، لان العيانين الاوبيز بيكونوا فيري ديفيكالت ان احنا نوصل لهم بالسونار جايدنس. فلو دينا تابلوك هيريح معانا، هيخلي فيه شورت حتى لو بشورت اكتنج انرجيزك زي لوكين، هيخلي معانا الليس بوست اوبرتيف هوسبيتال ستاي وانهانس ريكفري اوت كام اسرع. نفس القصه برضو بيبر تانية بتتكلم على الالترا ساوند تكنيكس بالنسبه للانرجيو نيرف بلوكس، زي حاجه اسمها الكوادريس لامبرون مع الاريكتور سباين بلوك. بتفضل ان احنا تحافظ ان احنا ندي اريكتور سباين بلوك عشان برضو تساعد في عمليه الاراس سكور. ده منظر اريكتور سباين بلوك، بس مش منظر اريكتور سباين بلوك ازاي بنديه. المسلز بتاعتنا الترابيزيس والرومبويد وبعدين اريكتور وبعدين بيدي في اللاين عند الترانزفيرس، عند الترانزفيرس بروسيس بتاعتي 3 و 4. بيبر بتتكلم على الترانزكسيميك اسيد فائدته، هل الترانزكسيميك اسيد بيزود الثرومبومبليك مانيفستيشن؟ لا بالعكس، الترانزكسيميك اسيد بيحسن معايا البليدنج ريتس، بيقلل معايا البليدنج ريتس، وبالتالي يعني ان احنا نستخدمه ملوش رول، وما نقدرش نقول ان هو متهم ان هو يزود الثرومبومبليك ايفنتس بعد السيرجري. فاحنا يا ريت نخليه روتين في عمليات السليف ان احنا نستخدم ترانزكسيميك اسيد. في جايد لاينز نتكلم على البري اوبرتيف بارياتيك سيرجري عشان خاطر تحسن الاراس، عشان خاطر الاراس سكور. في سترونجلي ريكومندد نوت اوف هاي ليفل اوف ايفيدنس. اول حاجه السيرجيكال تكنيك اللي احنا بنستخدمه في البارياتيك سيرجري قدر الامكان نخليه لابروسكوبيك تكنيك، نبعد على الاوبن تكنيك از ماتش از وي كان. البري اوبرتيف اوكسيديشن بالنسبه للبوست اوبرتيف اوكسيديشن بالنسبه للعيانين الاوبستراكتيف سليب ابنيا، فاحنا يفضل ان احنا حتى البيشنت على هوم سباب او البيشنت الفيري اوبيز او البيشنت مكنون قبل كده ان هم اوبستراكتيف سليب ابنيا، يفضل ان هم يقعدوا على ماسك بروتكشن سباب في الاي سي يو. البوست اوبرتيف نوزيا فوميتنج حاجه لازم يعني تتولى اهتمام، نديها اهتمام اكبر من كده، على ان هي من الحاجات اللي بتخلي الانهانس اوت كام افتر سيرجري ضعيف. فاحنا محتاجين ندي مالتي مودال بروفلاكسز. الاوبيود سبيرج انستيزيا احنا اتكلمنا عليها، ودي كل الابديتس بتتكلم عن الاوبيود سبيرج انستيزيا. الثرومبو بروفلاكسز اتكلمت عليه الدكتوره ايه من شويه، احنا ننهانسر الثرومبو بروفلاكسز ميكانيكال والفارماكولوجيكال، ودايما بنبتدي الثرومبو فلاكسز ميكانيكال وانس يحصل ادميشن، وبنكمل على الفارماكولوجيكال بروفلاكسز لغايه لما بيحصل فيه، بنكمل على الميكانيكال بروفلاكسز لغايه لما يحصل فيه ساتسفاكتور ليفل في امبيوليشن. اما الكيميكال الفارماكولوجيكال بروفلاكسز احنا بنحاول بندي انوكسابرين وانس ان احنا ما فيش ريسك اوف بليدنج، بندي 4 ل 6 40 60 ملي جرام انوكسابرين. بعدين النيوتريشن زي ما اتكلمت الدكتوره من شويه ان احنا النيوتريشنست ده ليه رول مهم، لازم يكون في جود كاونسلنج بري اوبرتيف من بالنسبه للبيشنت اللي هيعمل جاستريك باي باس او هيعمل سليف ايا كانت ايه الاوبريشن، لان البيشنت قد يتطلب ان هو يمشي على مالتي فيتامينز ومينرالز. بعدين الريكومنديشن بتاعت البي بي اي بروفلاكسز لعيانين الجاستريك باي باس ممكن تستمر اب تو 13 دايز. في ويكلي ريكومنديشن قصه الريهابيليتيشن والاكسرسايز، اي عيان برده راح يعمل بارياتريك سيرجري ان هو محتاج يعطل نفسه في الاوبريشن لغايه لما يبقى جنرالي فيتنس بتاعه يزيد او يعمل اكسرسايز، ملهاش رول قوي. وقصه البي بي اي بالنسبه لنا بالنسبه لسيف جاستركتومي هي مش روتين، بس مع زياده نسبه الجاستروسوفجيال الفلكس افتر الاوبريشن، فاحنا نكون ريكومند ان احنا ممكن نمشي عليها لمده 30 يوم. ثانك يو.